منذ قرون طويلة وعلى ارتفاع 850 متراً فوق سطح البحر، عثر مجموعة من الرهبان على دير مهدم في غابة تقع في بلدة نائية، فقرروا أن يعيدوا بناء الدير من جديد، ولكن لأنهم كانوا مضطرين للعمل صباحاً من أجل لقمة العيش، فقد بدأوا العمل على إعادة إنشاء الدير في الليل على ضوء القمر. ومن هنا جاءت تسمية واحدة من أجمل بقاع لبنان، بلدة دير القمر. في التاريخ القديم كانت تسمى بلدة دير القمر بعاصمة الأمراء، حيث كانت عاصمة لأمراء الأسرة المعنية، إحدى السلالات التي حكمت مناطق واسعة من لبنان، وانتقل حكمهم بعد فقدان الوراثة إلى أنسابهم الأسرة الشهابية، وهم من مؤسسي لبنان الحديثة، حيث استوطنوا مناطق جبل لبنان الجنوبية منذ العام 1120 من أجل التصدي للغزوات الصليبية. وقد توارث المعنيون حكم لبنان فلقبوا بالأمراء حتى عهد الأمير فخر الدين المعني الثاني الملقب بسلطان البر، والذي أسس إمارة متطورة وحاول الاستقلال، ويعتبر أول من حاول إنشاء قومية لبنانية دون اعتبار لدين أو طائفة. البلدة أشبه بمتحف للعمارة والتراث، تضم 6 كنائس وسرايتان وسوقا أثرية يعود تاريخها إلى القرن 16، ومسجد الأمير فخر الدين الأول، والذي يعد من تحف الفن الهندسي المعماري، ويشتهر بمئذنته المثمنة الأضلاع. في عام 1945 أدرجت على لائحة التراث العالمي، وكانت من البلدات القليلة التي سلمت من التهجير والتدمير أثناء حرب الجبل في عام 1983.